في اللحظه دي لازم احب نفسي، مش احبها لما تخس ان شاء الله ابقى احبني، لا انا بحبني دلوقتي. بعمل مجموعة لوحات عن ستات اوفر ويت، كلهم مبسوطين ومنطلقين وعمالين يلعبوا وينطلقوا ويتمرجحوا، شريحة كبيرة جدا من المجتمع بتحصر دور الست ان هي تتجوز وتخلف، طبعا دورها ان هي كمان يبقى شكلها بقى حلو عشان تعرف تقوم بالدور ده وتحافظ بقى على جوزها، عشان اكيد لو بص بره دي غلطتها. انما لما اجي اقول انا بدعو ان الناس تحب نفسها، انا مش قصدي الناس تحب نفسها فتتمادى في السمنة ولا تتمادى في البعد عن الهيلثي لايف ستايل، لا انا كل اللي بقوله ان انا في اللحظه دي انا لازم احب نفسي زي ما هي.